100,000 مقدمه من فورتنايت. ال 100,000 قالوا لي يا ابو حميد امسك سوي فيها بطوله، البطوله هذه بدون بناء، واعطوني شروط واشياء معينه اقدر من خلالها اعطي دعوات، يعني ما اقدر ادخل ناس معرقه ناس برو بلاير، فعشان كذا كانت كنت محدود مره. جمعنا فيها 26 يوتيوبرز من النخبه، من نخبه النخبه، ما يحتاج ما عليها كلام هذه. اليوتيوبرز هذول بيتنافسون 13 تيم عباره عن الدو ما راح يتحدد، الدو راح تكون قرعه عباره عن اسماء، راح عندي هنا اوراق، الاوراق فيها اسماء اليوتيوبر عشوائيه، راح كل شوي اسحب ورقتين واطلعها قدامكم واقول لكم اسم اليوتيوبر مين، مين التيم الاول، مين التيم الثاني، مين التيم الثالث، 3 أيام. كل جيم راح تعرفون طريقه اللعب شلون، مين بكلها تعريق، مره بسيطه، مره لذيذه. عزيزي المشاهد اللي قاعد طلعني الان ومستمتع او بتستمتع او صايم، اسال الله انه يوفقك ويسعدك دنيا واخره، واتمنى منك اذا انت جديد تشترك بالقناه، لانك طلعني الان هذا الشيء بيفرحني، واذا انت ما تتابعني بتويتش تابعني، واذا ما سويت لايك سوي لايك. نسمي بالله ونروح للشباب. ايوه الساده والاخوه الكرام، فاصل بسيط حاب انوه ان الان برمضان متجر اب جاليري مسوين تخفيضات مش طبيعيه. اب جاليري يا جماعه الخير عندهم كل رمضان تخفيضات قويه مره، ومو شرط انك تكون هواوي عشان تنزل المتجر، عادي بس اهم شيء يكون اندرويد، وحتى لو عندك اكثر من متجر بجوالك مو مشكله ينزل عندك. والميزه بالمتجر هذا انه عندهم عروض على الالعاب والتطبيقات اللي داخل المتجر، يعني مهرجان وهدايا رمضان باب جاليري تقدر تسترجع الين 30% من قيمه فاتورتك، كوبونات تجيك من الدولار الى 1500 دولار. ومو بس كذا، كل ما تدفع يا جماعه في التطبيق راح تجيك الماسات، الالماسات هذه اذا كنت من التوب 3 راح تاخذ 3000 دولار في المركز الاول، والجائزه الثانيه للمركز الثاني 2000 دولار والثالثه 1000 دولار، يعني فلوس وتطبيق في كل مكان. والالماسات اللي تجيك تقدر تفتح فيها حقيبه حظ مضمون فيها الربح 100%، يعني تفتحها انت وحظك وش اللي يطلع لك. وبرضه عندهم قسائم نقديه تستخدمها بالالعاب والتطبيقات داخل المتجر، والقسائم من دولار الى 1000 دولار تحصلها داخل علبه الحظ، ومسوي لكم جائزه كبيره من منتجات هواوي لاكثر شخص يشحن هذا الشهر الكريم اللي هو شهر رمضان. رابط المتجر تحت، الحقوا العروض اللي عنده، ممكن تحصل لك شيء يفيدك وتكون في الدوره. رابط تحت حق الاندرويد، حملوه. السلام عليكم. اسحب يا جماعه. يلا بسم الله. يلا بسم الله. ما يستر. والله تكون والله والله ما اغش فيها ولا 1%. أيوة. ورمضان. حلو. ممتاز. يلا اطالع بالكام وبسحب الان. يلا. بسم الله. يلا. الشخص الاول اللي طلع اسمي معاه. الله. يا رب. لا. ايجل. يا رب. ايجل. اللهم ادعنا يا رب. ايجل. الشخص اللي راح يكون معاك في الدو حقك هو. يا رب. الله يبعد الله. راكان. راكان وايجل التيم الاول. بسم الله. لا بسم الله. اوكي نواف قحط. نواف قحط. ايوه ايوه حق نجران. ايوه ايوه فيز فايروس مع نواف قحط الايمين. تيم حلو تيم حلو تيم حلو تيم حلو. يا الله انت حييه يا ابو محمد. اللهم ارزقنا. سلطان موجود؟ موجود ممتاز. سلطان 67. ايوه سلطان ترى مأيم. انا شايف طاق البكريه ذا، يا رب ما يجي معي. يا رب يا رب. سلطان لعيب. سلطان لعيب. ايوه سلطان مع ايم ايم. مونكي مونكي موجود؟ لا لعيبين. وين لعيبين وين؟ سلطان مونكي. يلا تحت تحت الان الدسم. السويلي السويلي السويلي. يا رب معروف. لعيب السويلي مع. الله يستر الله يستر الله يستر. عارف حظي عارف حظي. ناصر ناصر السويلي مع رودكس. ردكس وسويلي. تخوف والله تخوفني تخوف تخوف. لا يا عيال. سب فيكس ابو فايز. هدوء مع زيد. هدوء خلنا نشوف. يا رب ما رايد فايز. والله اني ابيك اخوي. تاكل معاه شكله معاه يا رب. اخويا اخويا. يا رب ما رايد. ربنا ربنا. اخوان اخوان اخوان. ربنا. خلص. سب فيكس مع رايد. يا رب ارزقنا. اوه هذا مأيم يا عيال، هذا حظ اللي بيجي معاه مأيم بدون بلا بيفيده. خشب ما شاء الله. خشب سي سفن. ربنا والله اني ارجع على خشب يا ربنا. مع ابي ابي ابي. حسن انا. يا الله يا رب. يا رب والله اني قدك يا رب. يا ربنا يا رب. تعال اللهم بعد اربعة. خشب وتربحها. اه يا المكس اه يا المكس اه يا المكس المكس المكس. دراكولا
ايوه دراكولا ايوه في ضياع الله يبعدني عنه الله يبعدني اللهم ابعد معي نتناقش على المستري عرفني والله دراكولا مع زيد سكيلي السلام عليكم دراكولا يلا يلا صفي 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 يا رب يا رحمانو عزيز تشوبرز لا يا رب ابعدني عنه لو راح مع زياد ابعدني عنه بوجهرة تكفى بعد عمي تكفى بوجهرة تكفى عزيز تشوبرز مع ترى في بقايا لعيب أنا شوية شوية هات هات عزيز أنا عزيز تشوبرز مع مودي الأسمر روح يلا يا أبو خالد عزيز تيمكم مرعب والله تيمكم مرعب بسم الله أنا متوتر والله العصابي سرسان والله أني معايا سرسان سرسان معي سرسان سرسان يا سرسان تكفى سرسان لعيب لعيب سرسان عليه أخبار يعطيك أخبار ويضبطك في نص اللعب ويديك أماكن حلوة تكفى يا رب تجي معي يا رب تجي معي يا رب هو أخبار أنا أحسب المي سرسان مع أحمد شو الجيم أوكي تيم قبل أخير أحمد ما أعرف الرجال هذا كويس هو صدقني يا أحمد بيضبط أيمك أنا شايف لعبك لعبك يجي منه والله تعال تعال بسم الله بسم الله بسم الله كريم أبو كيان إيوه إيوه رب مع أبو سويحل يا رب مع أبو سويحل تكلم بتعرف عليه اليوم لا 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 مع أبو سويحل أبو كيان أبو سويحل يا سلفوا عن جراند ها جراند وسلف طيب روحوا زياد زياد لي يا الله روبي طباخ يمكن يشرك يا طباخ واحسه بيجي مع زياد طباخ تاتسي ممتازه هذه طباخ يا طباخ يا رب روب يا رب الله طباخ يلعب 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 طباخ ايوه طباخ راح يكون مع زياد اكس تستاهل طباخ ولا روب يا عاد انا اللي جاي روب لا لفت الجيم عندي زيادة عندي باقي داتسي فيرفول أسامة روب يا رب يا رب فيرفول يلا يا ربي يا رب فيرفول من تكفى فيرفول ايوه يا ربنا ايوه مع مين يا رب أسامة يا رب أسامة ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا تكفى يا وش اكتب كل أسامة يا رب يا رب انا انا والله لا اجيب لك عشاء والله لا شيء فيرفول مع داتسي روب وسامة روب وسامة يلا تحت 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 أيها الأخوة السادة الكرام متابعين قناة S6B أينما كنتم في مشارق الأرض أم في مغاربها حياكم الله معانا في بطولة باور تونك بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبتدي الجيم الأول إذن أنتوب ينزل تلتد فيز فايروس بشخصية الكلب العموم تلتد الآن ما في أحد ينزل خارج تلتد أنت لعبك تنزل تطلع إذن نزل أبو خالد نازل وصامل أبو خالد نازل وصامل أبو خالد نازل وصامل طيب فايروس بعد نازل فايروس بدو حق نواف إلى الآن ما حد مات ما في أي ضحايا إلى الآن إلى الآن ما في أي ضحايا طفنا 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 الحق 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 ناصر تكره تموت في واحد في واحد الحقني أنا هنا ناصر ها بنوك واحد بنوك واحد بنوك واحد يلا حتى 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 أنا باخذ باخذ الشتجن نوكت نوكت واحد نايس كيف يمشي الله ياخذك يا أبو خالد لا تموت ايش فيك لا كله منك او ناصر شال عزيز ناصر شال عزيز وفنشه يا ساتر يا ناصر يا ساتر اجيك اعطي اعطي صوت اعطي صوت داتسي داتسي فيرفول اوكي داتسي عنده سكيلته بنفسجي نزال الطياره زي ما قالوا بيطلعون الان منها داتسي مدمج خويه يطاق الى الان ما في الا لاعب واحد فقط اسقط اللي هو توبرز عزيز للاسف يا ابو خالد انت سولو الان لحالك ابو خالد سولو لحاله دقيقه خلينا نشوف كم واحد الحين give me new face دنفر كان ابو كيان وابو سويحل برضو طلعوا من المدينه كل طلع ما في بقى اتوقع على تيم فيرفل وتيم ابو خالد اللي لنا سولو وبطاقه خويه معاه بنفس المدينه سعد ومو سعد وراي تشوف وينهم بنزل نغير المكان لان صار كم علينا نغير المكان خلينا نمشي شوي اركب
الفلفل امشي توكلنا على الله. مكان ثاني، مكان ثاني بعيد. جيف مي رائد ناصر مدمج. اوكي في فايت الان هنا، في فايت. اوه يطلق مع الايو. اطلعوا برضو من تلتت، اطلعوا برضو من تلتت. ترى ذول جوا اتوقع. ها وش قدامنا 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 قدامنا. طير درع واحد، واحد منهم نوك، واحد منهم نوك، باقي واحد. ها عندي، عندي داخل. ها ليتس جو يا ملك يا ملك. اسحب اسحب البوتات. ها ناصر مات. ابو كيان ذبح ناصر. لا ابو كيان وناصر راحوا من ابو سويحل، عفوا ردكس وناصر راحوا من ابو سويحل وابو كيان. اول تيم يودع معانا اليوم ضرب اخو زياد. يمه التيم هذا يا عيال يمه. معي انت؟ معي معك معك، بس ما معي سلاح ترى. شوفوا 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 فيرفول فيرفول طلع 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 طلع. اوكي انا بقى طالع فوق. اوكي واحد ورا واحد ورا طوي. اثنين ورا اثنين فكان ومدري مين وراي صدروا فيني. العن ام الضيقه، اقسم بالله لبزر. اه يقطع ام الضيقه. تدري كان جاب الورا من اليوم انه واحد يروح بعيد. ايه من الارض شال داتسي. في فايتات قاعده تصير، في ناس قاعده تتصافق وتطاق. ايجل فنش داتسي. يا عمري يا ايجل وراكان في شغل قاعد يصير. طلعوه فوق على اليسار راكان. ايه من الارض شال فيرفول. يا ساتر يا راكان، والله فعلها راكان يا عيال. راكان يفعلها، يشيل ستيريو دو كامل. ترسان قاعد يسوي تحليلات الان، نازل لي ما ادري وين من اللي معاه. ابو شو ابو شو ابو شو عطيت عطيتها مره مره فكيت شيلده. في سنايبر عندي. ها بحاول اخذه. ندري على اليمين رجلت اللي في اليمين. خش عليه خش عليه. لا 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 خش عليه خش عليه. فنش ليش فنش حرام. اوه احمد شو مات من فايروس وسرسان فنش فايروس. حاول تخليه يستعجل. اوكي اوكي الفايت الاول مع مين؟ مين اللي ضده؟ اتوقع ابو كيان صح. احمد شو نوك سرسان وين شوت. لا نوف قحط نوف قحط نوف قحط نوف قحط يطق مع سرسان. نوف قحط سرسان 1v1. يا ساتر يا سرسان يعشق سلاحه. نواف نواف يا نواف ايزي يا وحش. خذ خذ طاقتي خذ طاقتي. اوه تشيك نواف يكري فايروس وينقذه وياخذ بطاقته ويصحيه. جي جي سرسان، جي جي ابو شو، ما قصرتوا. الجيم الجاي بيكون اكسد. ما في ايم. نواف قاعد يسوي ريفايف الان الفايروس عندهم كل زين. نفلل ونلوت هنا. ها يا رب ما يجي احد. بس بعد ما حد جايني، ما حد حولي مره. يلا يلا يلا. تقريبا تيم راكان وتيم فايروس هم اعلى اثنين كل زين الان. كل واحد فيهم عنده نقطتين نقطتين. نزل لي نزل لي. اوه ابو خالد صحه شوبرز وانقذه. يا عمري ابو خالد يا ولد. لازم نذبح لازم نذبح. 18 باقي ترى. في في واحد يمين يقفز. ايجل وايم الارض عندهم اثنين كيلز. يا ساتر يا ايجل. راحوا للزون روتيشن نازلين تلتد. والله انهم كفوا ما طلعوا من تلتد يا عيال. عندنا ابو سويحل وايضا ايجل تيمين مختلفه كلهم نازلين. والله انهم حول بعض مو بعيدين. تيم الوردي هو تيم ايجل اللي قبل شوي كان طالع. ابو سويحل عنده اثنين كيلز هو ابو كيان. الى الان تقريبا الكيلز مو باهم شيء. البليسمنت يا جماعه هو زبده البطوله. اذا تبغى تزيد نقاطك البليسمنت هو الزبده. نذكر ان الجيم اللي بعد هذا راح يكون بس اكسات. يبيت اه علينا علينا اروق اروق رشيد اروق. هو بيجي هو بيجي معي صدق معي صدق ابن كلب مالك. اسمع ثاني 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 ما اقدر ما اقدر. جاي جاي اه في واحد من ورا. هذا مين؟ اوه سلطان. اوكي سلطان بيذبح واحد. ملي مات رايد مات
رايد مات. Give me suffix, give me suffix. Suffix and رايد. اه في واحد من ورا. يا خوي ابشر بالعوض. روح روح انا بس من برا الزون. ايش اسميهم اللي ذبحوك؟ ما ادري والله. اللي ذبحني ار كيو سلطان 67. يا ليل الايم. رايد ود علي يا رايد، حرام عليك، شلون مت يا السوح؟ بعد تاكي بوش امل الوحيد انه يكري رايد ويجيب له بليسمنت. تفعلها والله يا ابو فايز، والله تفعلها. الخنزير جاك يقطع ام البعصه. يا ليل والله يهيل سعد جامد يا عيال. لو ياخذ بطاقه. اوه طلعوا 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 الميني ماب. سعد جنبه واحد على طول وراهم، ورا سعد اتوقع تيم سلطان وخويه. حلو ابو خالد فتح الدروب معاه شوبرز، وضعهم رهيب، عندهم موتر. سعد قاعد يروح للزون، دخل الزون. شوف الدروب تشوفه. ايه ودي ودي نبدل، انا ودي اخلط انت. ايه ها بسياره بسياره بسياره، شفتهم. عشك اركب جوا جوا مو كذا. تعال تعال كيف اغير المقعد. دبابة احنا في طقعه. اركب اركب جوا اركب. يلا التيم عند بلوكين. ايوه يا طرباخ لفت فيني. ابقى ابقى عليهم ضربي ابقى ابقى ما اقدر ما اقدر. التيم اللي قدامه هو تيم سرسان ايضا. عفوا تيم ما اقدر ما اقدر ما اقدر. اخش البيت افجر. ها يا عمري شوبر يا ساتر. مودي مودي ضرب زياد. فايت ذا دبابة. زياد يزرع على مودي مش عليه. عليك 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 عليك. زياد وراك يا زياد. زياد جايك ابو خالد. الموت الموت يا زياد الموت. عليهم سبان من فوق من تيم اتوقع ابو فايز. حاليا الفايت اشتعل، الفايت اشتعل، العالم قربت ببعض، ادخلوا ببعضهم، النوك قاعد يطيح، حاليا تقريبا مودي لحاله سولو، يركب الدبابه ابو خالد وبيسبل. ابو خالد خذ دبابتهم، ابو خالد خذ دبابتهم وزبل، يا ساتر يا ابو خالد، زبل والله زبل، والله انه هرب يا عيال. جيب مي جيب مي مودي جيب مي مودي، اي 4 ان، جيب مي اي 4 ان، والله من الزبل المسكين، شوبرز نوك الان، ابو خالد الحاله سولو، توب فيكس الحاله سولو، مدمج ما مع رصاص ما مع هيل، وضعه صعب، قاعد ينخفض من فوق، في سكواد قاعد يدمجه، اثنين ضد واحد، هل يفعلها ابو خالد؟ طبوا عليه، ابو خالد يروح، ابو خالد من ايه من الارض؟ يا اخي طبطب عقلي الدبابه يا اخي، يلا ياخذ دروب بالله يا رجال. اوه دراكولا راح من سلطان، حاليا دراكولا اول واحد يطيح من تيم جراند، دراكولا وايضا مين معاه؟ اسامه معاه؟ والله اني ناسي، في واحد تحتهم بالبنايه، مونكي، ايضا سلطان. تحتهم واحد. الجيم الاول تبع مين؟ بدوا يعرقون العيال. والله يا راكان متفلت، راكان متفلت يا جماعه، راكان يقول بطولتي اليوم انا بطلع بال 25,000. راكان وايجل من جراند. جايك ايجل شبيبي مش الفه، جايك شخصيا ياخذ الفلوس ويمشي. شوف من كثر قد فلفل. افتح الصندوق اللي وراك، هذا صندوق خضار، في اثنين عندك. يطق عليك يطق عليك ترى. الله يلعن ابو الدهر. وسلطان يشيل سعد. تيم رايد وسبفكس يروح، وتيم مودي وتشوبرز يروح. كيف طلعت انت هاي؟ تعال شيله انقز وتسلق. ايوه تعال شيل رصاصه. الله يعزك يا شيخ. طيب اسمع نفس الشيء، طالع ركز يسار وانا بركز يمين. يلا شوف قدامك، شوفهم قدام الدم. اذا تبيني استخدم بازوكا خلي. لا 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 واحد. تيم راكان دائما متفلت. زيد قاعد يدمج حاليا سولو قوية مات اللي هو دراكولا، عليه سبام خلط مش طبيعي. زيد يا زيد آه ويوزع زيد بالإيجل. تيم يا عيال تيم إيجل وتيم زيد كذا رجس. هتطلق عليك كلهم طبعا لي اثنين طين. آه طلق علي. نحش 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 يمين 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 يسوها. نحش 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 يمين فوق يمين وفوق لكل مكان. والله مشيتين حيل ذي. فوقي فوقي. تاتك عزيز عزيز. أسامة أسامة بوس. أسامة موتني. تعال عندي يا أخي. إيش قاعد تسوي قدام لحالك؟ أنت قلت للبوش يوم بس سحبت علي. أنا سحبت عليك. اثنين يمين اثنين قدامي. زياد شال روب. جيف مي جيف مي زياد جيف مي زياد. زياد شال واحد يا عمري يا زياد. زياد وأيضا خوية الثاني اللي هو طرباخ معاهم كل زين. زياد شايل اثنين. زياد لوت جبار. زياد عنده لوت الارض حرفيا الان. الاقل مثلك في نهايه الزون مره مهم. عندك فل شيلد امورك طيبه. فايروس وباور نواف الى الان صاملين معاهم برضو تو كيلز. حاليا تبقى 11 لاعب 6 ايام والوضع كل ما لا يصغر اكثر واكثر. اوكي اوكي اوكي. فايروس طب عليه زياد. فايروس وزياد فايروس وزياد فيس ضد باور. المنافسه والمواجهه الان. باور زياد وفايروس. جيب مي جيب مي باور زياد. جيب مي باور زياد.
عنده فيروس، عنده فيروس يا عمري. نوف راح ارمي ون ضرباه فيروس، ضرباه فيروس يا ساتر يا فيروس. باقي زياد، زياد وينه؟ فيروس يزبد، نواف اسقط، طرباخ اسقط، باقي زياد وباقي فيروس من نفس التيم حاليا. انسحاب سريع من فيروس، وان شوت زياد وان شوت، وايضا فيروس وان شوت. نبغى نشوف الفايت هذا، باور زياد وفيس فيروس 1 في 1، نبيها تكفون نبيها. فيروس يتقدم لزياد الان، طلع له فوق الجبل، وزياد يحاول يدمج تيم. اترككم يا زياد وركز باللي جايك، اترككم يا زياد وركز باللي جايك، فيروس جنبك او عفوا كلزهم. فيروس يحاول يدمج الايم ضايع، ابو كيان يتصيد له، ابو كيان ودوه حقه اللي هو ابو سويحل الى الان صامل. ركزوا اذا مات تيم ركان وزعوا نقاط على طول. يا عمري يا زياد، زياد يشيل فيس فيروس، يا ساتر يا زياد بالثلاثه كيلز حاليا. زياد الحاله سولو، تبقى يا جماعه ثمان لاعبين. يا ساتر يا ايجل وان شوت حاليا، تيم ركان وايجل مدمجين من تيم فالكون مونكي وسلطان. فالكون مونكي وسلطان والله انهم يخوفون يا عيال، يخوفون يا عيال. وترى ركان مأيم، ابو سويحل وابو كيان ينخلطون من ركان. ايه من الارض قاعد يدمجهم دمج مش طبيعي، ركان قاعد يخلطهم خلط الارض. طبب شكويف حاليا، ابو كيان يتقدم على ركان، ابو كيان يرجع الخويه وان شوت، ابو كيان وان شوت، راح ابو كيان الاول يشيل الثاني. يا سلام ركان ويجن بسته كيلز الان المركز الاول بالنقاط. يا ويلي يا عيال، حمت 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 حمت. زياد الحاله سولو فوق الجبل، سلطان يشوفه. يا ساتر يا سلطان، يا ساتر يا سلطان من البش، يطب على زياد وان شوت، يطب عليه زياد يا سلطان. يا سلطان مش طبيعي، مش طبيعي يا سلطان، سلطان مش طبيعي. سلطان يلعب، يلعب كرياتيف، يجيب كلبات، يجيب لقطات، سلطان ما تسويها فيهم. لا يا سلطان، وات يا شباب وش ذا، اقسم بالله مش طبيعي. ما تكملها على اسامه، ما تكملها عليه. يما يا عيال، يما وزعوا نقاط ركان. حاليا تبقى اخر ثلاثه بالجيم، اسامه ضد فالكون مونكي وايضا سلطان 2v1. النهايه الان، الفايت الاخير. اسامه لو سويته يا اسامه مستحيل مستحيل. سلطان رجل المباراه، والله سلطان رجل المباراه. 6 كيلز حاليا على سلطان. يا ساتر يا سلطان، يا ساتر يا سلطان. نقول جي جي، نقول جي جي. سلطان وما في الاول يا جماعه. عمري يا عمري. اقسم بالله مش طبيعي سلطان، والله مش طبيعي، والله مش طبيعي. يما حاليا المركز الاول مونكي ايضا سلطان ب 25 نقطة، 7 كيلز وايضا فيكتوري رويال. المركز الثاني بدون منازع كانوا رجال في المباراة، اصملوا بتلتد ايجل ايضا ركان ب 18 نقطة. المركز الثالث طرباخ زياد ب 16 نقطة. الرابع والخامس متعادلين بنفس النقاط، ابو كيان وابو سويحل 14 نقطة، 3 كيلز. باور روبو وسامع مع العلم ما ذبحوا احد ولا جابوا اي كيلز، لكن بالبليسمنت حصلوا المركز الرابع. عندي 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 10 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 هو يركض، انا ما اقدر اركض. فين حدب 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 عندي وين سريع. اوكي اوكي ناصر يلحق ايجل الان، يحاول يكتف له، يصد عليه البنايه، يحاول يسكل عليه. ناصر حلوه الحركه حقت الحمايه، يحاول يقفل عليه. ناصر ورودك يلحقون ايجل، وجا خويه يعزز له، جا سبلشه راكي ناصر يضرب بلوك، يحاول ركن يعزز له. يا ساتر يا اللعبه، والله اللعب بيكون ركض، اللعب بيكون ركض. ناصر لبعيد عندك، يلحق تيم ركان المركز الثاني في البطوله. زياد قاعد يلحق دراكولا مدمج، ما معاه هيل. طرباخ ايضا زياد لو تحضن بالخريطه تحت يمين كلهم مسوين ورا بعض. دراكولا فلقى ورا، دراكولا والله ما تروح. زياد يقول لك والله ما تمشي، والله ما تمشي يا دراكولا، تعال تعال والله ما تمشي، اسبح لك، تعال تعال يا ابو تركي، تعال والله نجيك، والله وين رايح يا ابو تركي، وين وين يا ابو تركي، الموت الموت جايك. ممنوع يستخدم السفينه زي ما قلنا. والله يا زياد قرب منه مره، زياد قرب منه، جاء سقطله 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 سقطله. والله ما عينك يا زياد فيها حرام. اكس يسار، دراكولا حالف انك ما تذبحني، بس والله لو يمسكون، لو ينتهي البحر يا عيال، انها جي جي وتركي، صدقني جي جي. يعطي واحده زياد حلوه حلوه يا زياد، سواق معاه شيل، باقي معاه شيل. زياد راح يقابل طربحه الان بنص الطريق،
يا ساتر بتقابل ثلاث تيمات في نفس المكان دراكولا وايضا زياد بيرفع لها بضربه نربحه زياد اضربي زياد اضربي يا ضربه زياد انحشر 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 نربحه لف عليه قبت بينهم قبت خشب افزع لخويك يا خشب وراي 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 هم وراك اجيك ايه اجيك ايه تعال تعال انقلبت الايه زياد صاروا يلحقون اثنين ويحاولون يصيدونه يا عمر يا خشب راح لك الماوس والله انه راح لك الماوس راح لك ما ردهم يتلاقون باصغر زون ما ردهم يتلاقون تعال تعال قبل والله يا زياد صمل مره عليه انت انت يخلط اخلطه ها سحبني بس بالهذا بس النارة سنارة تدمج ولا طقني طقني واجد طقني طقني واجد تعال انت تعال تعال امشي 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 سحب عليهم give me زياد give me زياد give me زياد give me زياد اوكي خشب وزياد خشب يزبن خشب معرق يا عيال ترى ارباخ برضو زبن هذا الايجل وراكان ايجل وراكان ايجل وراكان ايجل وراكان تعال والله بيهم تعال اوه ايم الارض وايجل ورا ايم الارض وايجل ورا راكان اوه فيرفول طب فيرفول طب على ايم الارض يبي والله انه يبي ياخذ حقه فيرفول شخصا فيرفول الان تبدا الشخصنه يقول والله لو اخسر البطوله بس اخذ حقي صدقوني هذا ما راح يوقف ركض صدقوني ما راح يوقف ركض يا عمري يا راي فيرفول يا عمري الحقه بطير الحقه جب جب الحقه هذا تقوم مع شيء برد بيت يا عمري فيرفول احشر 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 جات 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 عز الخويك حلوة جات حلوة حلوة ضربتين راح شيلده يا عمري يا ذكي يا ذكي يا فيرفول اخ ضربة حلوة وايت لما الله ما بقي وايت بقي لا يسبح لا يسبح بيطول لا يسبح بيطول معك ذي اه زاتي زاتي ضبط وضعه ضبط وضعه والله يا فيرفول يبغى التيم هذا غدروا فيه اه صدق رجع رجع اصبر 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 عطني عطني تركهم اعطيهم مين تدري فايروس بيطيرهم طيرهم فايروس يا عمري على التعزيز يا فايروس والله يا عزيز الخويه حرام تطيرني الان حرام جيم سعد حبيبي هذا مودي وسوبر زابنين ما عندهم يبغوا يلفوا لفوا على فيرفول لفوا على فيرفول يروم اللي يفوز بالجيم اللي يخلص هيله قبل هم قهر يا شيخ يرفع الفك وشيلده بياكل تبن الان بعدين يحاولون يسحبونه اسحب اسحب انحاش انحاش قرب الزون يبون يسحبونه زبنوا والله الافضل الكل يزبن لا تفايتون الان جمعوا نقاط دمج 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 هذا ده خويك يا كيف بت 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 يلعن ابليس لبت ومنو فايدات يا رب اوكي قبت 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 فيرفل وسامة اول فايت هل نقول اول لوك عندنا اوكي وسامة يزبن وسامة يزبن وفيرفل مدمج فيرفل يلعب اجريسيف مره تبدا الفايتات الان يا جماعه تطلع الان الفايتات بتبدا تطلع شبه وراك عندي كم فاير عندي شبه وراك تحت تحتي ركار ركار ايجل 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 اوكي ايجل ايجل فيرفول فيرفول اجريسيف 1 في 1 اول لوك ايجل يا عمري يا فيرفول ايه من الارض والله ما تروح والله اوه وقف يا فيرفول وقف وتعود من ابليس وضعك صعب هيل 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 هذاك الحاله يديك هيل شخصا والله شخصا والله انه شخصا يا عيال بيرقص عليه بيرقص بيرقص عليه يا عمري يا فيرفول اول نوك بالجيم عندنا ايجل راكان سولو الحال باور سوفكس اوكي عندنا نوك سيدي شيل فالكون رودكس تصويت يا الرايد يعيش ولا لا بسرعه تصويت 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 على الرايد تصويت على الرايد تصويت على الرايد اضحك اوكي فايروس هنا قاعد يهرب رايد واحمد شو رايد واحمد شو الى الان رايد قاعد يصيد البر رايد ينزل من فوق يلحق خويه يحاول يركب الجيم كله جنب بعض الوضع حشرة زون قدام زون قدام زون قدام زون قدام زون قدام هذا فيرفول هذا فيرفول وينك انت وينك اللي فوق الصخره نطلع عليهم ندمج لين ما ننزلهم امشي الوضع حشرة طلع فوق على واحد رايد اوه سير سير
سعد الزمرين سعد سعد مدمج وين شوت سعد مدمج وين شوت الجيم بدا يصير حامي اي وانت رائد اي وانت رائد اونلي رائد ناو اونلي رائد يبغى يجيب بليسمنت قامت مره الوضع الكل في النص الوضع حامي مره الناس خايفه قاعده تصوت يا ساتر يا ساتر فايروس اللي هو حاليا في المركز الثالث ما زال صامل هو خويه وعندنا رائد الى الان ما حد دمجه محفوظ من رب العباد الوضع بدا يصير حامي فايروس يروح برا الجون رائد ينفرد على داكسي هو سعد اثنين ضد واحد كلهم في دائرة واحدة يا ساتر من اللي بيفوز في ناس تطلع برا الزون سعد يطب على ناصر يا ساتر يا ابو فايز هدي يا ابو فايز هدي هدي يا ابو فايز ينبا يا عيال يا الزحمة دراكولا راح وودع الملاعب غالي من برا الزون ايم الارض الحالة سولو ما معها احد الحالة وحيدة يحاول يصمد وسوفكس ورايد ما زالوا ماسكين سراويل بعض ما يدري عني انا اجري ها بسوي نفس الزون كذاب فوق عندي بخراني طيب اسحب شوي ناقص اعطني فلوبر اللي معك عرفت حركه بعد ما الا وحده بخر 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 اعطيها اعطيها ياخذونها اعطيها اخلص تعال قرب قرب عندي كسر الحجر اللي على اليسار الفايت عشوائي الكل قاعد يهيل احد الان راح يصير اصغر زون يا جماعه اللي بالحمام 200 اي كيو باور اسامه بالحمام وفوق مودي قاعد يقول ابعدوا مني ابغى افوز يا اسامه الله اكبر وش ذا يا رب يموتون يا رب يموتون يا رب يا رب امسك مركز يا رب امسك اسامه بالحمام الحاله ما عنده احد اسامه بالحمام اشتدت يا اخوان قبت الحرب العالميه الكل بلاكس برا الزون الناس قاعده تطير رايد ما زال صامل وسعد ما زال صامل الوضع يخوف يا جماعه خليني خليك ميت هل 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 جنبي هل جنبي خليك جنبي خليك جنبي بس عندي فزعه 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 رايد لازم تكون معي بتموت انت ايش ايه تبي شيء انا بموت ها ايش تخليني شوبرز برا الزون انا مره قوي شال داتسي يا سلام عليك ابو فايز يتخابط مع دربحه ابو فايز ودربحه ما زالوا صاملين عزيز ودع الملاعب زياد شال داتسي شوبرز نوك ابو خالد صامل بنص الزون وزياد شال واحد رايد ودع الملاعب من روب روب يذبح رايد يا جماعه الخير العموم برا الزون الوضع حامي جدا انا بموت ما معي ولا شيء هيل اقلع من غبنا نسيت ابو خالد تهيل بالغلط فيز فايروس ودع رائد ودع طرباخ ودع الوضع مره صغير وضيق شكلي راح نشوف اصغر زون يا جماعه ابو خالد برا الزون طيرهم واحد اسامه يشيل اكلتها والله اكلتها والله ضغطت اللي صوت 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 عليك بيت الناس تطيرهم من برا الزون يمه يا الحماس يمه يا الحماس خشب يلعب اصغر زون اوكي الوضع اصغر زون الوضع اصغر زون ايها الاخوان الكرام شوبرز وباور سوفكس يصير نواف وسويلي يصير زيد او زيد يموت من برا الزون الجيم ما بقى فيه 16 لاعب الزون صار صغير الكل بالمسبح اصمر اصمر يا ابو خالد علق عليه تكفى لا يا ابو خالد لا تسبح باقي 10 كذا ولا كذا بموت والله بموت والله الموت والله لما طلع افاك 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 الموت افاك يا ابو كيان افاك يا ابو كيان افاكم يا ابو كيان الموت والله لما طلع الموت والله لما طلع يا ابو كيان افاك لتس جو يا ابو كيان تكفى يا ابو كيان تكفى يا ابو كيان حق الزون يا ابو كيان تكفى يا ابو كيان تكفى يا ابو كيان الموت والله لما طلع هيا يا ابو كيان الموت والله يما يا الهبد يما مين يفعلها ابو شو ثلاثة كيلز ابو شو تريبل كيلز يا اخوان يما يا ابو شو يما يا ابو شو خشب سلطان يسار طلع برا الزون امر طلع برا الزون صامي الان ابو خير ابو شو ابو شو قاعد يتربل قاعد يدبل ابو شو ابو شو يا عمري يا لعيب صامل صامل على ابو كيان يا عمري ابو شو جي جي والله ما قصرت اخر واحد ابو كيان اصغر زون ترسان حاطه كم فاير ايه من الارض صامل ركان صامل يمه يا ركان ركان ودع 1v1 ابو كيان وسرسان ابو كيان وسرسان ابو كيان وسرسان 1v1 هل يفعلها
والله مسكنس شوف بطل الجيم الثاني بطل الجيم الثاني يا اخوان والله العظيم جي جي وناخذ موسيقى لما تطلع لنا النتائج الان متوقع المركز الثاني ما زال ركان او الاول عفوا ركان وبنشوف من التوب 5 تيم احمد شو وسلسان يا شاكر صليك راح يكون الجيم الاخير فقط شتغن حطوا الكود وبعدها راح نعلم من المركز الاول 25000 ريال والثاني ب 15 والثالث ب 10 والرابع والخامس ب 8 والى اخره نبتدي يا جماعه الجيم الاخير واخر محاوله للشباب كلهم انهم يعوضون نقاطهم ما زال الاخير يقدر ياخذ الاول ما زال ولكن لازم يلعبون بذكاء لان اللعب في الجيم هذا فقط تتاقم واذا انت عايز المشاهد باقي ما حطيت لايك تاكد انك حط لايك والله بشكرك واذا ما اشتركت اشترك بسم الله فيرفل في البيت الكلب اوكي في فايت بيكون بدري يا جماعة الخير الان دراكولا يمشي بنص الماب معاه شتقن متجه الى داتسي غالبا دراكولا راح يودع الملاعب راح نشوف حالنا داتسي مع شتقن فيرفول يضرب فيه فيرفول يضرب فيه دراكولا يحاول يسبن حاليا تفير هو وراه يطب عليه بالشتقن يبني فيرفول يا عمري يا فيرفول يشيل الاول فيرفول يشيل الاول زيد يحاول يعوض يعزل خويه 2 ضد 1 حاليا يدمج الاول زيد يشيل واحد زيد يشيل الاول يقلب على الثاني ولا لا يقلب على الثاني داتسي ينقذ الموقف اثنين كيلز لتيم فيرفول ايضا داتسي اول دو يذبح معانا في الجيم الاخير اوه تيم طرباخ وراكان طرباخ وراكان ضد روديكس وايضا فالكون راح يرمون شكوين يفطرون للزون روتيشن سريع يبون يدخلون فيها للزون ويمسكون عليهم اصبر وينه تحت 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 عندي 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 تعال معي انت معي انت معي يب عندي عندي واحد راح نايس راح والله يا عمري نايس افهم فايروس شان راكاش فايروس شان روب ايضا اسامه ومعاهم حاليا اثنين كيلز جي جي يا اسامه وجي جي يا روب ما قصرتوا وربكم ما تنزلون اكثر واكثر ناصر ناصر يعطيه دمج خفيف مره يدغدغه زياد يحاول يهرب اتوقع راح يستخدم الشكويف عليه ولا ما راح يستخدمها الى الان صامل قاعد يهير زياد دمجه مره ثانيه ناصر الشكويف من ابو محمد يبش على طرباخ وزياد يعطي 24 زياد ما زال صامل 1 في 1 راح ناصر ردك تحاول يشيل الاول ردك تشيل زياد باقي طرباخ 1 في 1 حاليا طرباخ ينقذ الموقف يا عمر يا طرباخ الشكويف لا ما يطلق ما يطلق والله ما يطلق يا عمري قوم عمري رجال اسهلني ايه ناصر لعبت بطريقة سولو مرة حرام عليك طبيت لحالك على زياد وهم اثنين عليك وما انتظرت خويك وضيعت الجيم واقول يا ناصر جي جي ايه من الارض وسلطان المركز الاول والثاني الفايت المنتظر تحديد المركز الاول الان يا جماعة التصويت على ايام الارض ايضا ايجل سلطان متربص سلطان متربص يمشي حبة حبة يمشي كده كده سلطان سلطان يقرب سلطان من وراهم والله يا بتصير غدرة الأرض فيه غدرة بتصير فيه غدرة شكويف بيستعملها أو لا شكله بيستعمل الشكويف شكله بيستعمل الشكويف قاعد يحاول يسوي روتيشن الآن عليهم لكن مطلعوا للهاي جراوند عندنا فايت سلطان الآن يبدأ طلق النار يعطي إيجل طلقتين يدغدغ ويفك شيلده ويحاول يلحق إلى الآن إيجل بعيد عن خويه مرة وسلطان بالشكويف يتقدم عليه يحاول يعطيه الطلقة الأولى يعطيه يدمج يفك شيلده يطب عليه النوك الأول يا سلطان النوك الأول هي يا سلطان هي الأولى يا سلطان وضمن البطولة يعز ركان من بعيد ركان أنت رجل الموقف يا ركان المركز الثاني ودع البطولة المركز الثاني ويستمر سلطان مونكي والمركز الأول حاليا تدخل خارجي من فيرفل وأيضا داتسي الفايت ما زال مستمر فيرفل يحاول يبوش عليهم طبوا على بعض المركز الأول الآن بخطر لو ضاع منهم المكان ولو ضاع منهم الفايت هذا راح يودعون معانا المركز الأول احتمال ينأخذ منهم حاليا سوفكس تقدم على طرباخ يعطي دمج سعد يحاول يزبل سعد وان شوت زياد رايد يحاول يعزز له حاليا رايد راح يكون الحالة بالموقف ما عنده احد غالبا رايد راح يلقم رايد وابو خالد رايد وزياد زياد يشيل رايد ويتدخل من برا حاليا الفايت بين ثلاثة ايام تيم ابو خالد وتيم زياد وايضا تيم سعد سعد سولو طب عليها زياد غالبا راح يودع الملاعب سعد يحاول يدمجه دمج كبير ولكن زياد يقصي تيم ابو فايز وتيم رايد جي جي ابو مشواع مين مكتوب لك انت ابو فايز زياد بالثلاثة كيلز وايضا طرباخ بالكيلز الواحد بتوتال اربعة كيلز احمد شو وسرسان باقي صاملين اللي كانوا في المركز الرابع معانا وقريب منهم المركز الاول اللي هو سلطان وخويه مونكي سرسان شافهم بالبوش قاعد يقول ما نبغى نتفايت لا تطلقون علينا النار لكن ابو خالد صدقوني راح يغدر فيه اعرف ابو خالد خوي غدار درجة اولى يحب الكيلز اعرفه ثعبان كوبرا يا ابو خالد مرعب ولكن ايمك سيء وان شد ابو خالد ودع الملاعب تشوف الحالة اتوقع راح تضيع يا عمري اعتز
يا ساتر زياد دخل بنص الفايت واتوقع راح يسوي كلين للفايت كامل زياد وطرباخ. نعم طرباخ وزياد وايضا ذات سمات من خشب. الفايتات ما زالت مستمره. معقوله بس نحاشه زم زم فكيت 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 شيء يا عمري ليتس جو. قاعد يحاول احمد يسوي روتيشن. انا مره قوي مات من فيرفول ضربه حيشيل فيرفول. الفايتات ما زالت حاميه. وودع معانا سرسان وابو شو ترك الحاله. والقم يا ابو خالد والله انه ما منك فايده. اي والله. اوه التيم الاول التيم الاول. أو زياد وسلطان الفايت تكرر الفايت تكرر. يا عمري يا سيد عزبنا طرباق الحاله سولو. زياد ون شوت زياد ون شوت راح يبوش عليه الان سلطان مره ثانيه. راح يكرر السيناريو الجيم الاول. سلطان غالبا انه ضمن وضعه بشكل كبير. هذه منافسه قويه. سلطان يطير واحد برا الزون. لعبه حلوه لكن فايروس صدى للضربه حقته ويخشون 1 في 1 الان. يا عزيز الأخوية يا عمر يا فايروس. فايروس يطير سلطان وخويه الحاله سولو. نواف اسقط باقي واحد. هل يطير ولا ما يطير؟ فايروس يصير الاول. سلطان 1 في 1 ضد فايروس. سلطان يحسمها ويطلعون بستة سبعة كيلز. يطب فيرفول عليه من برا. تدخل خارجي من فيرفول. سلطان حاليا الحاله سولو. فيرفول ما راح يخليه. اعرفه فيرفول والله ما يخليه دام الحاله. بيطب وبيلحقه. اوه خويه مسقط راح يفنشه. اوكي سلطان ما زال الحاله. يبوش عليه فيرفول. حاول يعطي دمج 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 خفيف. سلطان ما زال سولو الى الان. داتسي يعزز له. داتسي يضرب سلطان. راح راح سلطان راح سلطان. تبقى خمس لاعبين. فيرفول ايضا تيم ابو سويحل وابو كيان وابو شو زامن ورا الشجره. ابو شو ام الركب جتك انا داري. عمري فيرفول طير برزون. داتسي يطب على ابو كيان. ابو كيان حاليا نفك شيلد حقه. ابو كيان راح يسقط سقط. ابو كيان ابو سويحل حاله سولو ضد اثنين. 1 في 1 1 في 1 سيتويشن الان. احمد شو وقتك يا احمد شو. احمد شو الان وقتك للتدخل. ابو شو يا ابو شو اثنين ضد كلهم سولو. المباراه الان الفاصله راح يكون الوضع سولو سولو سولو. ثلاث لاعبين متبقيين. ابو سويحل وفيرفول ايضا. 1 في 1 فيرفول ابو سويحل. 1 في 1 ابو شو. ابو شو وقتك الان. طب عليه يا ابو شول. اللاعب المتبقي الاخير وقتك بسرعه يا ابو شو. اسمع مني طب عليه طب عليه. اللاعب الاخير ابو شو يطب على فيرفول. 1 في 1 الان يفنش الاول الثاني عليه. ابو شو يحتاج من ابو شو. فيرفول القم القم فيرفول يا فيرفول. والله ما قلت طب يا ابو شو لكن ايه مقطع ايه مقطع. Don't give me the result. اللحظة النهائية. لا 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 امدحني امدحني امدحني. طيب اوكي اوكي مدحتك ارجع البتش. المركز 13 اليوم معانا في البطولة هو تيم دراكولا وزيد. سود الله وجهك. المركز 12 الان عندنا هو خالد رودكس وسويلي. المركز 11 البطولة هو ابو خالد وعزيز. المركز العاشر في البطولة معانا هو ابو مشواح وابو فايز. الحمد لله على كل حال. تبتني ابو فهد ممتاز تبتني. المركز التاسع البطوله هو خشب ودربحة التاسع. الله اكبر. المركز الثامن اسامه رب ابو اسامه. يا استهلال يا استهلال. الله الله الله. المركز السابع 5000 ريال فيز فايروس ونواف. يا ساتر والله نزلوا يا عيون. المركز السادس ب 8000 فيرفول وداتسي. يستاهلون. المركز الخامس بما بلغ 8000 ريال ايجل وراكان. يستاهلون الخامس. يستاهلون. المركز الرابع في البطولة هو وشو زياد طرباخ الرابع. 8000 ريال. يا مسوحل قرب يا ابو نظارات. انا حسي جبت المركز الثالث والثاني يا عيال. ابو شو باقي وتيم سلطان
شلون وتيم زياد لا زياد مو زياد مين فيكم حسد احنا ابو كيان وابو سويحل ابو كيان وابو سويحل يا ساتر اوكي في المركز الثالث معانا تيم بعشرة آلاف ريال احمد شو سرسان هلا وبكذا المركز الاول وبكذا المركز الاول ب 25000 ريال يروح من صالح تيم سلطان ومونكي استلم مبروك ابو سويحل ابو كيان مبروك مبروك مستحق عن جد ورب الكعبة انت الثاني الثاني ابو سويحل الثاني مبروكين يا عيال الله يعطيكم العافيه يا جماعه شكرا لكم على البطوله الجميله هذه وشكرا لإبك جيم اللي اعطاهم الفرصه لي اني اقدم بطوله زي كذا واتمنى انك استمتعت عزيزي المشاهد في المقطع هذا او اذا انت في البث المباشر اتمنى استمتعت تراني ابث بتويتش الرابط تحت ولا تحرمنا من دعمك انبح صوتنا اتمنى ما تقصر معنا وعمركم قصرتوا كود الدعم 6 بي يا اخوان وايضا ملابس بورت تلقونها بالمتجر تحت صلوا على محمد في الختام نراكم في مقطع اخر السلام عليكم.